بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، هو باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أنه ذكر العديد من هذه الروايات التي يستبين من خلالها كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن العمدة في الكلام عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية المذكورة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كان يعلم القوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبالتالي كانت افتتح الكلام بهذه الرواية، وهي رواية عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما ذكر كيف أن عثمان رضي الله عنه أمر بذلك الماء حتى توضأ، وبين للقوم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا هذه الفضيلة أنه من توضأ مثل ذلك الوضوء الذي بينه للناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأيضا ذكرنا الروايات بعد ذلك بتبين أن المسح على الرأس يكون مرة واحدة، وبينا أيضا صفة ذلك المسح أن نبدأ بمقدم الرأس ثم نرد إلى القفا ثم يرد مرة ثانية بعد ذلك إلى الموضع الذي بدأنا منه وبينا أيضا رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أيضا أمر بذلك الماء حتى يعلم القوم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفنا عند كلام ابن القيم رحمه الله كما نقل ذلك الشارح. قال أن ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق طار بغرفة وطار بغرفتين وطار بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. قال: ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما. قال: كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. قال: وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات. قال: فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، بيذكر هنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتمضمض ويستنشق ويستنثر ذلك من الغرفة الواحدة من الكف الواحدة. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق طار بغرفة، يبقى غرفة ماء. قلنا الغرفة معناها يبقى ضم الأصابع وغرف الماء من خلالها، يبقى غرف الماء براحة اليد مع ضم الأصابع. قلنا حتى يملأ هذا الكف بالماء، يبقى حتى يملأ الكف بالماء ثم يستعمل في مسألة المضمضة والاستنشاق. قال: فيستنشق، قال يتمضمض ويستنشق طار بغرفة وطار بغرفتين وطار بثلاث. قلنا لو مضمض واستنشق مرة واحدة قلنا تجزئ، قلنا مرة مرتان، يبقى في الحالة دي الثانية السنة تمام وكمال الفعل هو المضمض والاستنشاق ثلاثا. قلنا لأن غسل العضو ثلاثا قلنا ده تمام وكمال السنة، لكن لو اقتصر على غسلة واحدة طالما تم بها الإسباغ
يبقى على ذلك تجزئ، هذا وضوء يجزئ به الصلاة. يبقى لو غسل كل عضو من أعضاء الوضوء كما بينا قبل ذلك وتم استغراق هذا العضو بأكمله بالماء، يبقى نقول هذا متوضئ، يبقى هذا وضوء يجزئ به الصلاة. لو مضمض واستنشق نقول مرة واحدة يبقى يجزئ، وبالتالي أتى بالواجب، ما زاد على ذلك كان السنة. وتمام السنة وكمال السنة ثلاث، أما إن زاد عن ذلك فقد أساء وتعدى وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله قال أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض واستنشق تارة بغرفة، يبقى بيملأ الكف بالماء وبعد كده بيتمضمض ويستنشق من خلال الكف الواحدة، قال وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. قال وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، يبقى غرف الماء قلنا ضم الأصابع وكذلك حجز الماء، يبقى بيملأ الكف بالماء، ونقول نصف ذلك الماء يأخذه لفمه قلنا للمضمضة، والنصف الآخر يقوم بسحبه عن طريق الأنف، يقوم بسحبه عن طريق الأنف. مسألة محتاجة تدريب، يعني تدريب هو تدريب بسيط، يعني التدريب بسيط، طالما علمنا السنة يبقى نسعى إلى تطبيقها، إن مش مجرد معرفة، لا، لابد أن احنا هذه الصور والهيئات نمر بها كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وكما قال ابن القيم رحمه الله هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الوصل بين المضمضة والاستنشاق، الوصل بين المضمضة والاستنشاق. نقول والله الذي يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، صورة من الصور، لكن هذه الصورة مرجوحة، الراجحة هو الوصل بين المضمضة والاستنشاق، يفعل ذلك من الكف الواحدة كما بيّن ابن القيم وكما بيّنت الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولا يقول ابن القيم ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، لما نيجي نقول والله كان بيتمضمض ويستنشق من الكف الواحدة يبقى نقول يتمضمض ويستنشق مرة واحدة يبقى من الكف الواحدة، يبقى هذا لا يصلح إلا لو كان الوصل بين المضمضة والاستنشاق. قلنا لو استعمل الماء ده في المضمضة فقط يبقى هيغرف غرفة ثانية، قال لا ده هو غرف غرفة واحدة فتمضمض واستنشق بها، يبقى هذا لا يصلح أبدا إلا بطريق الوصل. يقول ابن القيم أمر غرفتان الثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينه. يقول والله كان بيتمضمض واستنشق بغرفتين، يقول والله غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، ممكن تأتي فصل فيها، لكن الغرفة واحدة ما يجيش فيها فصل، ما يصلحش فيها إلا الوصل. فده كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله. لذلك أورد رواية من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض استنشق من كف واحد، قال فعل ذلك ثلاثا، يبقى كل غرفة يتمضمض استنشق بها، الأولى الثانية الثالثة، فكان الوصل بين المضمضة والاستنشاق، الوصل بين المضمضة والاستنشاق، يبقى بيتم أساسا أخذ نصف الغرفة لفمه وأن النصف الثاني يقوم بسحبه عن طريق الأنف، هذا من غرفة واحدة. وحياة الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، لكن هذا كلام ابن القيم رحمه الله كما ورد ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك إلى رواية أخرى من هذه الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذا الباب، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن زر بن حبيش رحمه الله أنه سمع عليا رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذكر الحديث وقال ومسح رأسه حتى لما يقطر، قال حتى لما يقطر، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاهد من إرادة لهذه الرواية أن علي رضي الله عنه مسح رأسه حتى لما يقطر، يبقى حتى إن هذا الماء لم يقطر من رأسه، ولكن يبقى الأمر مسح الرأس. قلنا المسح معناها إمرار اليد المبتلة على العضو، فرقنا ما بين الغسل هو إسالة الماء حتى يتقاطر، والمسح هو إمرار اليد المبتلة على ذلك العضو. لذلك كما قال زر بن حبيش رحمه الله لما ذكر قال أنه سمع عليا وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ومسح رأسه حتى لما يقدر وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، يبقى الماء لم يتقطر من رأسه، لم يتقطر من رأسه، ولكن
يعني أمر هذه اليد المبتلة على الرأس على شعر الرأس، فيبقى على ذلك نقول هذا الرأس مس بالماء، مس الرأس بالماء أو مسح الرأس بالماء. قال وفي استحباب تحقيق المسح وعدم المبالغة بحيث يقطر، يبقى استحباب تحقيق المسح وعدم المبالغة بحيث يقطر، مش عدم المبالغة في مسح الرأس، لكن مقصده يبقى عدم المبالغة في استعمال الماء حتى لا يقطر منه الماء، لكن حنبالغ في مسح الرأس حتى نعمم ونستوعب الرأس بأكملها. يبقى كما بينت الرواية، كما سنذكر أيضا من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس، فبدأ بمقدم الرأس حتى انتهى إلى قفاه ثم ردها حتى عاد إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى ده نبدأ نقول استيعاب الرأس بأكملها، وهذه الصورة من صور الإشباغ. يبقى الإشباغ هذه غسل العضو، وكذلك بالنسبة للرأس تم استيعاب الرأس بأكملها إقبالا وإدبارا كما وردت الروايات. يبقى استحباب تحقيق المسح، يبقى ازاي نحقق المسح؟ يبقى يتم استيعاب مسح الرأس بأكملها، نبدأ بمقدم الرأس ثم ننتهي إلى القفا ثم نرد مرة ثانية حتى نصل الموضع الذي بدأنا منه. قال عدم المبالغة بحيث يقطر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية مصرحة بأنه مسح على رأسه مرة واحدة، وقال في نهاية الكلام هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غالب هذه الرواية ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه مرة واحدة، ولذلك نجد أن الصحابة يصرحون بذلك الكلام، وبعدما يعلمون القوم كيفية أو صفة الوضوء يقولون هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصحابة عدول رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق وضوء أو دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن أبي حية أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف كان يتوضأ؟ وإن الصحابة عندها حرص شديد على تعليم القوم ونقل هذا الأمر للقوم كيف كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتمم هذه العبادات. عشان إحنا لما نيجي نتوضأ الآن نبقى نتمضمض قلنا ونستنشق من كف واحدة، نفعل ذلك ثلاثا أو نقتصر على المرة، نغسل العضو يعني ثلاثا ويتم إسباغ هذه الأعضاء استغرقها بالماء بالكامل، كيف يتم مسح الرأس؟ يبقى الصورة الآن عندنا صورة اتباع، الصورة الآن صورة اتباع، نفعل الآن ونحن على يقين نفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ده حال المسلم، هذا هو حال المسلم. احنا الآن لما نيجي نفعل نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن قيل لك يا فلان لماذا تضاد لماذا تفعل كذا، نقول نفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده صورة الاتباع، هذه صورة الاتباع. يبقى لما نيجي والله بنغسل يدين المرفقين بندير الماء على المرفق لماذا تفعل كذا، نقول هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان لا يزعزع أبدا، لا يزعزع في أمثال هذه الأمور، لأننا على يقين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي قضية الاتباع، يبقى هذه قضية الاتباع، يبقى أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد عنه. يبقى الصحابة حكت لنا هذه الأفعال بدقة متناهية، قلنا عشان نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية قال زاد في رواية الترمذي ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما أمر بذلك الماء
فأزي بذلك الماء فتوضأ، تبقى فضلة، تبقى بعض الماء، فماذا فعل؟ قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، ولما سئل قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول جواز الشرب من قيام، الأصل الشرب من جلوس، الأصل الشرب من جلوس، لكن جواز الشرب من قيام. ويعني لعلنا نبهنا قبل ذلك مسألة الجواز ما نحولهاش إلى أصل عندنا، حولش بقى مسألة الجواز ده الأصل، نقول دايما كده نستند جواز الشرب من قيام، فيكون شرب الإنسان كله من قيام، جواز البول من قيام، يبقى بول الإنسان دايما يكون من قيام، نقول لا، يعني هنا عشان ما نجرش على الأصل، إن كان جواز يبقى صورة مستثناة من الصورة الأصلية، الأصل كده الشرب من جلوس، لكن جواز الشرب من قيام، ما نحولش الجواز ده إلى أصل في حياتنا، وإن هيبقى صورة من صور الطغيان على أصل المسألة أو الجور على أصل المسألة. نقول والله يبقى حياته كلها أن يبول من قيام، نقول لك يبقى في الحالة ديت حننسى تماما وكأن ذلك هو الأصل، حولنا الجواز إلى أصل. قول يعني انتبه دايما، يعني هذا الأمر إن نفعله، لكن الأصل إن احنا نفعل الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا، كان يواظب على البول من قيام من جلوس، كان يواظب على الشرب من جلوس، ولكن نقول هو ده ورد على سبيل الجواز، يبقى صورة فيها جواز قلنا يجوز، يبقى لا ننكر على من شرب من قيام، لكن هو ترك الأولى، ترك الأولى، يبقى ده خلاف الأولى، والأولى أن احنا أساسا نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال التي كان يواظب على فعلها، يواظب على فعلها. قلنا بالضبط كده ما نجيش نتوضأ نقول لك والله أنا حقص العضو مرة واحدة وفيها الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، لكن احنا في الحالة دهية ماذا يكون حال الإنسان؟ يجور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده فيها جور. قلنا لو اعتاد على هذا الأمر وتمسك بذلك الأمر يبقى فيها جور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيأتي على حد الفرض فقط، ولكن هو كأنه بينه وبين السنة مخاصمة، كأنه بينه وبين السنة مخاصمة. قلنا يعني يحضر الإنسان على نفسه، يحضر الإنسان أن يجور على السنة يدفع الإنسان بعد ذلك أن يجور على الأركان والواجبات، دايما الجور على السنة بيدفع الإنسان أن يجور على الأركان والواجبات. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والصحابة رضي الله عنهم يعني كيف يحكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن؟ ضحك فيضحك، ولما يسأل ليه بتضحك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك عند ذلك الموطن. قلنا الصحابة رضي الله عنهم يعني ما تركوا لنا صغيرة ولا كبيرة إلا ونقلوا لنا ذلك الكلام بدقة وتدقيق. ثم ذكر رواية أخرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل علي علي رضي الله عنه وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بطور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم بهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ثم غسل ذراعي المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجلي وفيها النعل ففتلها أي فغسلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال أبو داود رحمه الله وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا. دي رواية بيذكرها ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف توضأ، كيف توضأ. والشاهد من ذلك أن علي رضي الله عنه قال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى.
وطبعا هنا معلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان قد بات عند خالته ميمونة، قلنا حتى يرقب عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، ولكن نقول يعني علي بن أبي طالب أكثر مصاحبة وملازمة، فعلى ذلك لما قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى يريه، قلنا والله يعني ده نقل الصحابة رضي الله عنهم. قال فأزغى الإناء ثم ذكر الرواية، قلنا طبعا الشاهد من هذه الرواية كما قال فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وهي فيها النعل ففتلها فغسلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. فيعني هذا فيه إشكال، ويذكر ابن القيم رحمه الله إشكال هذه المسألة بالإضافة أيضا إلى بيان الشارح لذلك الأمر. قال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر. قلنا من السنة غسل يدين ثلاثا قبل المضمضة الاستنشاق، وبعد ذلك تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم بهميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك. قال ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه. يذكر هنا أخذ الحفنة من الماء، يبقى غرفة من الماء، غرفة من الماء وملأ بها الكفين، فقال ضرب بهما وجهه. قال ثم أخذ بيده فصك بهما وجهه، قال أي بالحفنة، قال ظاهره يقتضي لطم وجهه بالماء فصك بها به وجهه. وبوب ابن حبان رحمه الله عليه استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل الوجه. قال في هذا رد على العلماء الشافعية بأنهم صرحوا بأن من مندوبات الوضوء ألا يلطم وجهه بالماء كما نقله الحافظ العراقي رحمه الله، وقالوا يمكن تأويل الحديث بأن المراد صب الماء على وجهه لا لطم ذلك الوجه. قال النووي رحمه الله فيه دلالة لما كان ابن شريح يفعله، فإنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما أيضا منفردتين عملا بمذاهب العلماء، وهذه الرواية فيها تطهيرهما مع الوجه ومع الرأس. وقال ابن شوكان رحمه الله وألقى ببهي جعل ببهي البياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه. وقال ابن تيمية رحمه الله وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه، وفيه أيضا والحديث يدل على أن يغسل ما أقبل الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس. الشاهد من ذلك الكلام بيتكلم على مسألة فضرب بها على وجهه، يبقى أخذ الماء، إزاي بنبدأ نغسل الوجه، إزاي بيتم غسل الوجه، يبقى غسل الوجه قال فصك وجهه بالماء، صك الوجه، يبقى ترى صك الوجه ده بيكون إزاي، أو لطم وجهه بالماء. هل إحنا لما بناخد الماء إزاي بيتم غسل الوجه، ناخد الماء كده نصبه من على الناصية وبعد كده بيتم استغراق العضو باستعمال اليد بأكمله، ولا الصك دايما كده بنجد صك الوجه، صك الوجه، لكن نقول ان الصك ده ليه صورة، البعض بياخد الماء كده يروح صك الوجه بيه جامد، يسك الوجه كده عن بعد، لا، يعني عند الاقتراب منه يتم ايه صكه، صكه نقول والله مش يعني مش صبه من اعلى، مش هنصب الماء من اعلى عشان نغسل الوجه. ازاي بيتم غسل الوجه؟ يبقى احنا بنغرف الماء باليدين او باليد ثم نضم لها الاخرى، وبعد كده بنبدأ نرفع اليد حتى اذا وصلنا لحد الوجه بنبدأ ايه نضع الماء على الوجه، ده اللطمه او ده الصك، نقول عشان يستغرق العضو يتم غسل الوجه لا يتم الا بتلك الصورة، لكن الصك الشديد يقول لك والله صك يبقى عن بعد كده نجد ان هو يعني يضرب الوجه بالماء، نقول لا مش هو ده الغرض، يبقى الصك لانه مش هيأتي غسل الوجه واستغراق هذا العضو الا بهذه الصورة، يبقى صك الوجه نقول ان هو ليس صب الماء من اعلى من على موضع السجود، ولكن معناه أنه عندما نقترب الوجه يتم لطم الوجه بذلك الماء، ليس باللطم الشديد ولكن قلنا عشان يتم يعني استغراق ذلك العضو بالماء. فعلى ذلك قال واستحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادة غسل الوجه. وفي هذا رد على العلماء الشافعية بأنهم صرحوا بأن مندوبات الوضوء ألا يلطم وجهه بالماء، قلنا مش هينفع أبدا
يغسل الوجه إلا بهذه الصورة، مش هينفع يغسل الوجه إلا بهذه الصورة. لا يستطيع أن هو أساسا لو أتى بالماء، قلنا إمالة اليد هيتساقط من خلال هذا الماء، يبقى لونا أساسا لا حنقول والله يعني كان يطأطئ الرأس عشان نقول والله الوجه يعني يمس هذا الماء اللي هو في يديه، لا ده بيرفع الإيدين للوجه مش بننزل الوجه لليد. قلنا زي مسألة الطعام، في مسألة الطعام ماذا نفعل؟ بيرفع الطعام باليد إلى الفم، لكن لا يتم إنزال الفم للطعام، وإلا حيتساقط تناثر منه أجزاء. يبقى بنجد كده لو مجموعة بتأكل كده وإنسان بيأكل، فهو يا ترى أنا أساسا يتساقط ذلك الفم، أو أنا أنزل هذا الفم لموضع الطعام، ولا بنرفع باليد لموضع الفم؟ بنرفع باليد لموضع الفم، وأن لأن لو نزل الفم إلى موضع الطعام ممكن يتساقط منه أشياء فيقذر هذا الطعام على الآخرين، فيقذر الطعام على الآخرين. لا نأمن أنه لو هو أنزل الفم كده يتساقط جانب من هذا الطعام، وبالتالي يقذر هذا الطعام، وأن البعض قد يعافي ذلك الشيء ولكن يرفع الطعام للفم. هنا نفس القضية، يطرح احنا بننزل الوجه لليد ولا بنرفع اليد للوجه؟ لا بنرفع اليد للوجه، نرفع اليد للوجه، فلن يكون هناك أبدا إيصال الماء إلا بطريقة الصك، إلا بطريقة الصك، لكن ليس بالصك الشديد. قلنا حتى يعني أتينا إلى الحد اللي هو لو أملنا اليد بعد ذلك لتساقط الماء، فنبدأ نصك بها الوجه. يبقى حتى نقول إن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا إزاي بيتم أساسا يعني وضع هذا الماء على الوجه، فالصك مش هيجي غير بهذه الصورة. يبقى ليس هناك إمالة للرأس لليد، ولكن نرفع اليد حتى الوجه. فقال أيضا أن البعض قال من مثبت الوضوء ألا يلطو وجهه بالماء، قال ويمكن تأويل الحديث، وقالوا يمكن تأويل الحديث بأن المراد صب الماء على وجه لا لطمه. يبقى يقول لك والله المراد كده صب الماء على الوجه، يصب ازاي على الوجه؟ مش ممكن أبدا الماء يصب إلا لو جبناه من أعلى، إلا لو جبنا الماء من أعلى فحيسيل، فقد لا نستطيع أن نستغرق العضو بأكمله بالماء لتساقط الماء بسرعة، لكن مع الصك قلنا يعني بيأتي على غالب هذا الوجه، على غالب الوجه، ونستكمل طبعا باقي الوجه عن طريق استعمال اليد. قال أيضا يبقى دي صورة صك الوجه. ثم ألقم إبهامي ما أقبل من أذنيه، ثم ألقم إبهامي ما أقبل من أذنيه. قال النووي رحمه الله في دلالة لما كان ابن شريح يفعله، فإنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما أيضا منفردتين، عملا بمذاهب العلماء، عملا بمذاهب العلماء. قال الرواية هو قال ان هو صك الوجه بالماء ثم القى بماء ما اقبل اذنيه، يعني غسل المكان ده هوت مع الايه، مع غسل الوجه، مع غسل الوجه غسلهم عن طريق الابهام. يبقى نقول لك والله ازاي؟ يبقى لو انا اساسا ايديا ملأت بها الوجه، هنجد عشان اجيب الجزء ده يبقى عن طريق الابهام دايما، عن طريق الابهام. يبقى احنا ازاي بنغسل؟ طبعا نقول انك انت حدد الاول المكان، حدد يقول والله ادي من منبت الرأس المعتاد الى ذقن الانسان، ومن بين الاذنين، يبقى من الاذن هنا لغاية الاذن هنا. فعلى ذلك نقول والله عشان استغرق انا الدائرة دي كلها، يبقى هذه دائرة، عشان يتم استغراق الدائرة يبقى لابد من استعمال اليد باكملها. اقول والله راحت اليد، راحت يد الانسان او بطن كف الانسان، يبقى حيلتقم على او يأتي على ظاهر الوجه. نقول والله في اجزاء ممكن لن نصل اليها، يبقى هذا المكان، يبقى عشان نستغرق من الاذن للاذن يبقى لابد من استعمال الابهام، فيستعمل ذلك الابهام قلنا بحيث نأمن وصول الماء الى كل دائرة الوجه، كل دائرة الوجه. فعلى ذلك قال ثم القى بماي ما اقبل من اذنيه، ظاهر الاذنين، ظاهر الاذنين ده وتد الاذن، ده الوتد بتاع الاذن، يبقى وتد الاذن ده ايضا يعني بيأتي معاه عشان يستغرق هذا العضو باكمله. طب يقول والله المكان ده من الاذن ولا من الوجه ولا من الراس؟ من الوجه ولا من الراس؟ فيقول لك والله عشان نستغرق الوجه بالكامل لابد ان احنا اساسا نزيد عن الحد بقليل. يعني ده زي مساله ايه؟ مساله الصوم، مساله الصوم، يقول امساك جزء من الليل، امساك جزء من الليل عشان نأمن ان انا استغرق النار باكمله، يقول وياتي ذلك بامساك جزء من الليل. يبقى جزء من الليل ده هو المفروض، لا بس هو مش هيتم استغراق الوقت باكمله الا لما اساسا ناخذ بجزء من الليل. فعلى ذلك نقول عشان يبقى نستغرق العضو باكمله فين حده؟
فنقول والله الزيادة عشان نأمن نحن استغرقنا العضو بأكمل، حتى لو قلنا أنها ليست من الوجه، ليست من الوجه. فبيقول الإمام النووي رحمه الله ابن شريح ماذا كان يفعل؟ قال كان يغسل أذنيه مع الوجه، يبقى الظاهر بتاعها كده يغسلها مع الوجه، ويمسحهما أيضا منفردتين عملا بمذاهب العلماء. قالوا بقى الجزء ده من الوجه، قالوا مش من الوجه، قال لك أنا أخرج من الأمر ده مع غسل الوجه بغسلهم، وكذلك مع مسح الرأس بمسح على الأذنين. يبقى قال عشان يخرج من هذا الأمر كما يقول الإمام النووي رحمه الله، أخذ بمذاهب العلماء، مذاهب اللي هم قالوا يبقى ده من حده مع الوجه، واللي قالوا لا ده هو مع الرأس، ولكن هو بيتم استغراقه عشان يستغرق العضو بأكمله، لأنه لا سبيل لاستغراق العضو بأكمله إلا بذلك، إلا بذلك نحن نصيب جزء من إيه من الأذن. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله وابن شريح كان بيفعل، كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما أيضا مفردتين عمل ذنب العضو. هذه رواية فيهما تطهيرهما مع الوجه ومع الرأس. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله وألقى مبين، أي جعل مبين للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه، كاللقمة للفم توضع فيه. بيقول هنا ألقى مبين، أي جعل مبين للبياض الذي بين الأذن والعذار، البياض اللي هنا ده، يبقى ده البياض، البياض ده منين يا ترى؟ ده مع الوجه، ده البياض بين الأذن والعذار، هنجد ان هو ده مع الوجه. فلا بد من تعاهد الايه المكان ده، لابد ان احنا نتعاهد هذا المكان لان ده مع الوجه، قلنا لانه بيبدا من الاذن الى الاذن، فالعذار فالبياض بين العذار وبين الاذن، يبقى هذا من ايه من الوجه، هذا من الوجه. فعلى ذلك يبقى ننتبه ان هذا البياض لابد ايضا من غسل عند غسل الوجه، مش هيتم غسل الوجه الا لما استغرق استعمل اليد بالكامل، مع ايضا هنا التاكيد على مساله الابهام ان يمر على ذلك المكان، عندها نأمن أن هذا العضو قد تم استغراقه بالماء بأكمله. وقال ابن تيمية رحمه الله في حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه، والحديث يدل على أن يغسل ما أقبل الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس. والله يعني أقبل ثم ألقى ما أقبل من الأذنين، يبقى في الحالة دي أدي الظاهر اللي مع قلنا الأذن مع الوجه، قلنا عشان نأمن نحن استغرقنا الوجه بأكمله، ومع ذلك احنا بيتم مسح الاذن بالكامل ايضا، قلنا الظاهر والباطن مع الرأس كما بيّنت الرواية وكما سنصرح ايضا في الروايات. قال ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك. قال ثم اخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فدركها تستن على وجهه. يبقى قال ان هو بعد ما عمل الثانية والثالثة، قلنا طبعا هنا إن زاد الإنسان على ثلاث غسلات على ثلاث غسلات نقول إنه هو أساء وظلم وتعدى. الرواية هنا أخذ بكف اليمنى قبضة من ماء، ده بعد الغسلة الثالثة، بعد الغسلة الثالثة أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستنى على وجه، تسيل على الوجه بتاعه. يبقى أخذ كده نقول قبضة من ماء أهو، وبعدين جابها من على موضع السجود وسابها تنزل على وجهه. نقول طب دي غسلة رابعة، يعني هذه غسلة رابعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الوضوء لو زاد الإنسان على الثلاث يبقى في الحالة دي أساء وظلم وتعدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله هذه لفظة مشكلة، فإنه ذكر الصب على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثا وقبل غسل اليدين، فظاهره أنها مرة رابعة في غسل الوجه، وهذا خلاف إجماع المسلمين، فيتأول على أنه كان بقي من أعلى الوجه شيء ولم يكمل فيه ثلاث فأكمل بهذه القبضة. يبقى نقوله يعني أخذ القبضة دي بدي ربعة، نقوله والله ده خلاف إجماع المسلمين، والصحابة لا تفتأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام صريح أنه لا نزيد على الثلاث، وإلا كان أساء وظلم وتعدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلمن هو رحمه الله يقول هذه لفظة مشكلة، جزئية دي مشكلة، فإنه ذكر الصب على النصية بعد غسل وجه ثلاثا وقبل غسل اليدين. قال يبقى ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على نصية فتركتها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه. يبقى نقول والله إن دي يعني ماء رابع أو غرفة رابعة، فقال هو قال ظاهره الأمر ده يبقى ده خلاف إجماع المسلمين وخلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لابد فيه من التأويل على أنه كان قد بقي من أعلى الوجه شيء، يعني قال لعل إن لما غسل الوجه يبقى فيه جزء من الوجه ده لم يصب بالماء،
يبقى لم يصب ماذا نفعل؟ نقول والله احنا خدنا، يبقى لو الواحد كده غسل 3 غسلات وبعدين ظهر ان في جزء من الوجه لم يصب بالماء، ماذا نفعل؟ يبقى ايه اللي نفعله؟ يقول لك والله خد ماء واغسل الجزئية دي. تقول ده غرفة رابعة، نقول لك لا، ده هو استكمال، استكمال استغراق ذلك العضو، انه لا يصلح الا بذلك. يبقى نجيش والله كده نغسل اليدين الى المرفقين 3 مرات وبعد كده استبان ان هو كان فيه يعني بقعة لم تصب بالماء مع ان غسلتها 3، يقول لك خلاص كده في الحالة دي ما تغسلش عشان انت استعملت 3. يقول لك لا، ده لابد استغراق العضو باكمله بالماء. يبقى ناخد ماء لهذه الجزئية، يبقى بناخد ماء لهذه الجزئية قلنا عشان نستكمل بها الوضوء ويتم اسباغ الوضوء، لان هذا لا يصلح به الصلاة ان تركنا اي جزئية لم تصب بالماء. يبقى لو كان الانسان بيتوضا كده نقول له احضر يا فلان، يبقى هذا مكان لم يصب بالماء، يبقى نقول له ده يقول لك انا غسلت 3 غسلات، يقول لك يبقى ياتي بالماء ويصب على ذلك المكان عشان يتم استغراق العضو به الكامل. ما نقولش والله دي غسله رابعه او غسله خامسه او رابعه لما نستغرق العضو باكمله، لكن ده احنا بنستكمل غسل العضو، نستكمل اسباغ العضو، استغراق العضو بالماء. فعلى ذلك قال لعله احتمال ان هو اساسا كان فيه جزء من الوجه لم يستكمل في 3 فاكمله بهذه القبضة. وقال العراقي رحمه الله الظاهر انه انما صب الماء على جزء من الرأس، وقصد بذلك تحقق استيعاب الوجه كما قال الفقهاء. يبقى عشان استوعب الوجه يقول لك والله حده من منبت الرأس المعتاد، من منبت الرأس المعتاد. يقول لك والله زيادة ان انا في التأكيد وتحقيق الامر ده استيعاب الرأس الوجه، يبقى انا بنزود جزء زائد. الجزء الزائد ده بنزوده ليه؟ قلنا عشان نحقق استيعاب الرأس بالكامل. فنقول والله لعله ظن انه ممكن يكون يعني قصر في ذلك المكان، فاخذ كف او حفنة من ماء ثم صبها على جبهته على بداية الرأس، قلنا او على موضع السجود، عشان عند ذلك يطمئن انه تم استيعاب كل الوجه بالماء. فقال الحافظ العراقي رحمه الله الظاهر انه انما صب الماء على جزء من الرأس، وقصد بذلك تحقق استيعاب الوجه كما قال الفقهاء، وانما يجب غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه، عشان يستغرق الوجه بالكامل يبقى احنا زودنا عن حد كما بينا في مسألة الصوم. يبقى انا المطلوب ان انا اصوم من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس، فبيتم امساك جزء من الليل، قلنا عشان يبقى نستوعب بالكامل، يتم الاستيعاب بالكامل للنهار. بنبقاش بنبدأ على حافة النهار، نقول لك لا، ابدأ من الليل، يعني جزء يسير من الليل. يبقى الجزء اليسير ده من الليل هو ده مع اليوم، نقول لك لا، عشان احنا في الحالة دي حققنا فعلا صوم اليوم بأكمله، فلا يتم استيعابه ولا تحقق هذا الأمر إلا بإمساك جزء من الليل. هنا برضك نقول والله أدي الحد هو، هل يا ترى ممكن يعني الحد ده أنا أقدر أجيبه يعني بالضبط، ولا ممكن أزود عشان أحقق الاستيعاب؟ يبقى بنزود عشان نحقق الاستيعاب، يبقى الزيادة دي ليس زيادة على السنة ولكن عشان نحقق استيعاب الوجه بأكمله. قال السيوطي رحمه الله عندي وجه ثالث في تأويل، قال ممكن ننظر للمسألة بوجه ثالث، هو أن المراد بذلك ما يسن فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف ماء وإسالته على جبهته. فقال بعض العلماء يستحب المتوضئ بعد غسل وجهه أن يضع كفا من ماء على جبهته ليتحضر على وجهه، وذكر كده رواية عند الطبراني رحمه الله عن الحسن بن علي، ورواية سندوها حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده، على موضع سجوده. يبقى هنا قال الحديث في إسالة الماء يعني بعد فراغ الوضوء، ولكن طبعا هنا ده أرسل هذا الماء على وجهه. قال الشوكاني رحمه الله تحدث عليه، وفي استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء. قال إنما دول الحديث عليه على ما قاله الشوكاني رحمه الله، لكن دليل ما يفعله العامة حديث الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده. يبقى البعض كده بعد ما ينتهي الوضوء ياخد جزء من الماء ويضعه على ايه؟ على موضع السجود، يسيل الماء بس بعد فراغ من الوضوء. دليل هذه الرواية، الرواية المروية عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فضل ماء، أبقى قليل من الماء
حتى يسيله على موضع سجوده. يبقى هذه قال من فعل ذلك أخذ حديث حسن ابن علي، وبالتالي قال إن هو يبقى فيها أيضا تسيل الماء، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يسيل هذا الماء بعد غسل الوجه وقبل غسل الذراعين. يبقى على ذلك يبقى هذه ليست بغسلة رابعة. قلنا يبقى التأويل اللي هو ذكر الإمام السيوطي رحمه الله قال إن هي سنة بعدما بعد الفراغ من غسل الوجه صب يعني على النصية هذا الماء، والاحتمالات اللي ذكرها العلماء لعله أراد أن يحقق استيعاب الواجب الكامل، وقلنا لعله أن هناك بقعة لم تصب بالماء فصب عليها أو أخذ هذه الحفنة من الماء ثم صبها على النصية حتى يتأكد ويتيقن من إصابة الوجه بأكمال واستيعاب الوجه بأكمال بالماء. قال فتركها أي ترك القبر حتى تستنتسيل وتنصب. قال يبقى ترك قبضة الماء على جبهته فتركها تستنى على وجهه، ما استعملش الإيد عشان يعني يدور اليد على الوجه، ولكن هو أسال فقط. يبقى أخذ غرفة كده ووضعها على بداية الجبهة على النصية وتركها تسيل على وجهه. يبقى مش بيتم استغراق العضو بالكامل بالماء، ولكن هو تم وضع هذه الحفنة على بداية قلنا الموضع السجود حتى تسيل على وجهه، تركها تسيل يعني لم يستعمل يديه ان هو يتم توزيعها على الوجه، لكن لا هو جعلها تسيل. يبقى نقول ان هي يعني كما قال الإمام السيوطي رحمه الله لعلها تبقى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن علي ان هو فعل ذلك الامر، وقلنا ادي رواية الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعل يكون التأويل اللي هو كما قال حافظ العراقي رحمه الله او كما قال غيره ان هو لعل بقى شيء لم يصب بالماء فهو أسأل عليه هذا الأمر، لكنها ليست بالغسلة الرابعة. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى نجيب بقى على الأسئلة يعني كما وعدنا. هل يجوز الطفل الذي لم يبلغ الحلم أن يذبح الضحية الأضحية أو العقيقة بيده؟ هل يجوز كذلك المرأة أن تذبح بيدها؟ يعني من ضمن شروط الذبح اللي هو العقل والتمييز، قلنا لأن طبعا هنا فيها مقاصد، فيها مقاصد، فيبقى قاصد العمل، قاصد العمل. لو كان الطفل دون سن التمييز يبقى على ذلك لا يصلح إن هو يقوم بذبح الأضحية أو العقيقة أو أي ذبيحة، لأن يعني طبعا من ضمن شروط الذابح إن هو قصد الفعل، قصد الفعل، والقصد ده يعني بيبقى من إنسان عاقل ومميز، يبقى المميز عشان يبقى قصد الفعل. زي مثلا الأذان، أذان يصلح من المميز العاقل لأن هو قاصد لأذاء لألفاظ الأذان، فهنا أيضا يبقى يجوز الطفل المميز أن يقوم بذبح الأضحية، يجوز طالما كان عاقلا مميزا يبقى ليه القصد بتاعه بيعتبر. والمرأة كذلك، المرأة مفيش حرج ان المرأة اساسا تذبح، يعني في رواية اساسا مصطرحة بذلك اللي هي عن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه ان هما كان لهم غنم وكانت جارية تقوم على ذلك، فكان هناك شاة موتاة فاخذ الحجر فذبحتها، قالوا لا نأكل منها حتى نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال اكلوها، فاهو يبقى الجارية التي قامت بذبحها، فيبقى هنا ذبيحة المرأة لا حرج، ذبيحة المرأة ما فيهاش طبعا حرج، البعض يتحرج منها لكن ما فيهاش حرج مكلفة. ويبقى قلنا من شروط عقل والتمييز، قلنا إذا كان الطفل المميز يعني ذبيحته تكون صحيحة لأن المقصد بتاعه المقصد بيعتبر. إذا حضر الطعام هل لا أصلي في المسجد وأكتفي بالصلاة بعد الطعام في البيت؟ يعني هنا نقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدفع الأخبثين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدفع الأخبثين، فنقول في الحالة دي يعني احنا نجعل بقى توقيتي كله في الطعام مع الصلاة عشان ما نصليش هناك، نقول والله هذه الحديث قلنا الكلام ده ممكن يمر على لسان على الندرة، لكن عادتنا دايما نغيرها بما يتفق مع العبادات، عبادتنا دايما أو عادتنا نغيرها. ممكن قلنا إنسان كان بيطعم في ذلك التوقيت وبعد كده حل موعد الصلاة، يبقى إما نقدمه أو نؤخره، نقدمه أو نؤخره.
لكن لو شاء ربنا سبحانه وتعالى قلنا في مرة كده على النضرة ان توافق الطعام كده وكان يأكل ولسه ليه شهوة لذلك الطعام فنقول يأكل يعني يأكل وبعد كده يصلي، لكن ما يكونش هو ده المبرر لترك الصلوات، يكونش مبرر لترك الصلوات، ولكن نقول ان ده يعني على سبيل النضرة ان حدث ذلك الامر والنفس تتوق للطعام ولا يقوى ان هو اساسا يصلي الا وانشغل، فعشان نقطع ذلك الشاغل، لكن نقول والله انا بتحمل يبقى نصلي وبعد كده نطعم الطعام، نصلي وبعدين نطعم الطعام. والا بقى في زي ما بيحدث بقى في رمضان كده المساجد بتهجر في صلاه المغرب ولا هو بحضره الطعام، لانك لا ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيطعم يعني رطوبات او بيحصل حصوات من ماء وبعد ذلك ان ايه يصلي وبعدين يعود الانسان الى بيته ليطعم الطعام ليطعم الطعام. فنقول الكلام ده لما الانسان يعني يكون ليه شوق يعني لا يتوق من فراقة الطعام قلنا بيشتهيه او ان هو حاسس بجوع شديد، يبقى على ذلك نقول ياكل عشان يدفع ذلك الجوع حتى ان اتى على الصلاه ياتي وقد قطع ذلك الشاغل. لكن نقول والله انا اتحمل اصلي ومش هنشاغل وبعد كده ارجع للطعام، نرجع للطعام كده. بعض العلماء قال الحديث الصحيح الحديث حسن لغيره يعمل به في الاعتقاد، فهو الحديث الصحيح الحديث الصحيح هيعمل به في مسألة الاعتقاد، أما مسألة الأحكام فيعمل بالحديث الحسن سواء حسن لذاته أو حسن لغيره يعمل به في الأحكام، الأحكام اللي هي النواحي العملية الفقهية، أما بالنسبة للاعتقاد فطبعا هنا يكون ثابت، هذا نص صريح ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي عقيدة، عقيدة تكون يعني شيء جزم يقين، فمبنى يكون على الحديث الصحيح. ذكر الشافعية أن ملح البحر إذا وضع في الماء مرة أخرى فإن الماء طهور، ولكن ذكر البعض أنه ليس طهور حيث أن ماء البحر طهور وما دام باقي ما دام بقي على خلقته، ولكن تغير بفعل فاعل فلا، قد رجح هذا القول بعض العلماء. فيوم أرجح ما هنا على حسب النظرة، حسب نظرة العلماء، يعني ماء البحر قلنا طهور كما قال النبي صلاه والطهور ماء الحل ميتته، الطهور ماء الحل ميتته، فنقول والله ده اصل خلقه ماء البحر. فالبعض قال لو احنا اساسا اتينا بماء البحر وبعد كده بخرنا ذلك الماء فتبقى الملح اصبح ده ملح بحري، ملح بحري اصله اصل خلقته في ماء البحر، فقالوا لو اخذنا الماء ده الملح ده واذبناه في ماء فيبقى في الحاله ده هي نقول اعدناه الى مكانه، فقالوا الماء على اصل طهوريته، قالوا الماء على اصل طهوريته، قلنا لأن ده الملح أساسا يبقى ده ملح بحري أصل خلقته إن هو مع ماء البحر، غير الملح إيه نقوله اللي هو المناجم أو الجبلي، فده طبعا ده أمر آخر، ده طبعا طاهر وليس طهور. فاللي بيرى كده بيرى إن ده أصل خلقته، إن الملح البحري ده طهور يعني مش طاهر، بقى بيروه إن هو طهور زي التراب كده، التراب ده طهور، يعني لو إحنا جبنا ماء وجدنا حفنة من التراب كده وضعناها في الماء اتعكر الماء، الماء ده طاهر ولا طهور؟ نقول ده تغير واحد الأوصاف الثلاثة لكن تغير ايه بانفكاك طهور، أصل التراب طهور، فنبقى نقول والله الماء ده متعكر بالتراب ما أصل التراب ده طهور، فهي طهور انفك في طهور، فيبقى الماء ما زال ايه على طهوريته لأن التراب طهور. فهنا برضك هنا يبقى النظرة الملح البحري ده هيبقى طهور، وبالتالي لو رجعناه مرة ثانية يبقى نقول ان هو ايه انفك هذا الطهور في يعني ماء طهور، يبقى يحكم على ان هو طهور. ادي الجزء الاول. الجزء الثاني قالوا ان هو اساسا هو اصل الخلقة ان ده ماء مالح، اصل الخلقة ماء مالح، فلو فكنا منه الملح فالملح ده طاهر ومش طهور، فلو جينا احنا عقدناه في ماء اخر يبقى انفك هذا الطاهر في الطهور، يبقى تحول الى طاهر، تحول الى طاهر. ودي وجهة يعني دي وجهة قال يبقى الماء المالح ده على أصل الخلقة، أصل خلقة الماء ده، فلو إحنا يعني تم فك الملح منه الملح ده هو يبقى على ذلك الملح ده لما ينفك يصير بقى هنا إيه طاهر، يصير طاهر مش طهور. لو فكناه في ماء آخر معذب نقول لك لا ده مش أصله، مش أصله، يبقى هنجيب ماء عذب كده ونضع فيه هذا الملح، نقول لا ده أصل الماء العذب هو ده على أصل طهوريته، وده الماء المالح على هذه الصورة. فده النظر لو كان عند انفكاك الملح نقول ان هو طاهر. يعني المسألة دي شبيهة بايه؟ شبيهة بريق الانسان، المسألة دي شبيهة بريق الانسان، نقول في الصوم بنبلع الريق
نبلع الريق. نقول والله لو بلعت الريق كده أبقى مفطر؟ لا، حد بيقول كده؟ حد يقول كده. طب لو أخرج الريق وابتلعه يبقى لما انفصل منه بلعه نقول لك أفطر. ده هو ريقه أساسا، ده ريقه، ده هو لو كان داخل الفم وابتلعه نقول إنه صايم، لكن لو أخرجه يبقى فصله. فانفصل الآن، فهو دي النظرة، إن هو الملح ده أساسا أو أصل الماء المانح ده طهور على أصل الخلق. لما فصلنا الملح كده يبقى فصلناه، لو أعدناه يبقى كأننا أصبح في الحالة ديت لا يجوز إعادته. فدي النظرة، فهي نظرة ليها وجهة. قلنا زي ريق الإنسان هو بالضبط، زي الريق بيبلع الريق، يقول الريق يعني بيبقى كثير ويقوم بابتلاعه، يعني ما فيش حد قال إن هو أساسا مفطر أبدا، مفطر، لكن لو أخرجه انفصل يبقى انفصل نوع الريق. فلما يبتلعه تاني نقول ده ابتلع الريق بتاعه، نفس الريق بتاعه، نقول لك لا، لما انفصل ياخد حكم آخر، لو تم ابتلاعه يبقى عند ذلك نقول هذا مفطر. فدي وجهة من النظر، يعني في وجهة، وقلنا الأمر يسعى، الأمر يسعى. قال توضأ ثم وأنا في الصلاة وجدت أن هناك بقعة عند الكعب لم يصبها ماء، فماذا علي؟ نقول له علي إيه؟ يخرج ولا ما يخرجش؟ طب لو كان صلى يعيدها ولا ما يعيدهاش؟ لا يعيد ولا يعيد؟ نعم يعيد. ليه بقى؟ بالنص. أيوة للنص الموجود، صح. أيوة. احنا قلنا هنا لا صلاة لمن لا، هو كده يبقى متوضئ ولا لا؟ مش قلنا لو هو صلى الإنسان وعلم بعد ذلك أنه مش على وضوء نقول له عيد الصلاة غير النجاسة؟ قلنا لو صلى وعلم بعد ذلك بعد الصلاة أن في نجاسة على الثوب نقول له عيد الصلاة؟ ليه ما نقولوش عيد الصلاة؟ حديث النعلين، حديث النعلين، خلاص. يبقى دي النص اهو، هنا في الوضوء لا، لا صلاة لمن لا وضوء له. وقصة الرجل اللي هو كان في قدمه قدر لمعة، قدر الدرهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. فيبقى في الحالة ديت لو وجد هذا الأمر يخرج، نقول له إن صلاتك لم تنعقد ابتداء. طب يخرج بقى بالتسليم ولا من غير تسليم؟ نقول له صلاتك لم تنعقد، يعني لم تنعقد أساسا. يعني ساعة الواحد مثلا البعض كده هو بيصلي أخرج ريح، روح مسلم وخارج، ما أنت خرجت خلاص، أنت خرجت تسلم ليه؟ فأنت أنت خرجت. فهنا بردك نفس القضية، فيروح هو خارج، هي بتبقى تلقائية ساعات يعني، بس الواحد لازم يبقى مدرك، لازم دايما تفكر اعمل ايه، اخرج ازاي. وساعات بتبقى تلقائيه كده، روح خارج، روح مسلم وخارج. طب انت بتسلم ليه؟ سلم ليه؟ انت اساسا صلاتك لم تنعقد. فده بقى هنا في الحاله دي نقول له اخرج وتوضا ثم ثم يصلي. صنبور ماء كلما فتح كان أول كمية من الماء فيها طعم الصدى، شو ما يتوضع عند الاستنشاق، فلا ما نتوضاش بيه لغاية لما يشيل بقى الصدى بتاعه ده. احنا عرفنا من حال الصنبور ده كده، يا إما نغير الصنبور يا إما إن احنا ننتظر لغاية لما ينزل الماء اللي هو فيه صدى ده وخلاص، عشان ده تغير ده. أنا صاحب ما نتوضاش بيه غير لما ينزل، لأن هي بتبقى قطرات بسيطة يعني، مش أول قطرة كده تاخدها على طول. أحد المصلين لا يتخذ سترة بين المسافة التي يجوز خلالها المرور من أمامه، يعني ما تمرش أمامه طالما تجد أنك أنت أساسا مكان من خلف، كلام تجد مكان من خلفه ما تقولش مثلا والله على قدر سجوده، على قدر السجود. يعني احنا ننبهه أن يأخذ سترة، وأن ده من السنة، نبين له السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أن احنا نقول والله هناخد مسافة بعيدة كده، نقول لك بقى يقول لك لا، يعني تمر من خلفي، مر من خلفي، يقول لك لسه هرجع المسافه دي وامر من خلفي، قلنا عشان يعني ما تمرش بين يدي ذلك المصلي. هو مخطئ يعني، هو اخطا، لكن مش معنى الخطا كده ان انا برضك هنا امر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر ان احنا اساسا الواحد يمكث كده ولا يمر قاطعا ليه على ذلك المصلي، ونامره انه ياخد الستره ونبين له الستره انها سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا البعض كده قال يعني المسافة إن هو موضع سجودي، من بعد موضع السجود يبقى على ذلك كأن في خط وهمي، كأن في خط وهمي، دي السترة بتاعته، هذه هي السترة بتاعته. أقول لك طالما إن إحنا نستطيع المرور من خلفه يبقى يعني نمر من خلفه.
ما كيفية الخروج من صلاة ركعتين سنة إذا قيمت الفريضة بحيث لا أستطيع إتمام ركعتي السنة؟ لو كده إنسان بيصلي إذا قيم الصلاة فالصلاة إلا المكتوبة، أي لا نشرع في صلاة نافلة بعد إقامة صلاة الفريضة، الأصل فيها كده. يبقى إذا قيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يبقى معناها أن إحنا وقيمة الصلاة يبدأش ندخل في صلاة نافلة، ما نصليش نافلة، ما نعقدش نافلة، أي لا تنعقد النافلة بعد إقامة الصلاة المكتوبة. طب لو كانت نافلة منعقدة قبل كده، يعني بين أمرين، بين الإكمال وبين الخروج، بين الإكمال وبين الخروج. يبقى لو خرجنا نخرج إزاي؟ نسلم ولا لا نسلم؟ نسلم ولا لا نسلم؟ البعض أخذ ظهر الرواية، قال يعني إذا قيل الصلاة فلا صلاة المكتوبة، أي إقامة الصلاة هي، يبقى كل نافلة كانت معقودة تبقى باطلة، وبالتالي يبقى هي إيه؟ بطلت. والبعض قال لا، يعني هو أساسا هو مخير بين أمرين، قلنا عشان يدرك تكبيرة الإحرام، يدرك مثل فضيلة الصف الأول، فعلى ذلك يبقى مخير يخرج، ممكن يخرج وتسليم، يخرج وتسليم، يبقى ممكن يخرج وتسليم، يخرج وتسليم. واللي بيخرج من غير تسليم يبقى هو رأى على ظهر الرواية لا صلاة إلا مكتوبة، أي أنها إيه؟ هذه صلاة أصبحت باطلة بإقامة الصلاة المكتوبة، فعلى ذلك خرج وتسليم، خرج من غير تسليم، يبقى على الحالين، على الحالة. لكن نمشي على مبدأ واحد، نمشي على مبدأ. هل قلنا كده يا ترى يبقى دي ابطال لها ونخرج ولا لا، ولا ان احنا اساسا نخرج منها بتسليم، نخرج منها بتسليم عشان ندرك تكبيرة الاحرام او الصف الاول غير ذلك؟ يبقى على هذا القول رأيناها ابطلناها، يبقى خرجنا كده، ما قلنا والله قائمة يبقى ممكن نسلم ونخرج. هل عند التيمم ينزع الخف؟ عند التيمم بينزع الخف ولا لا ينزع الخف؟ ها؟ مش من هذا التيمم، يعني ننزع الشراب هو بلاش عشان نوجبها كده، يبقى ما فيش ماء، يبقى ننزع الشراب؟ لا، هو مش من أعضاء التيمم، التيمم على الوجه والكفين كما ايه بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء الذي ينوب السباع، فقال إذا كان الماء قلتين يحمل الخبث، فهل معنى ذلك الماء إذا كان أقل من قلتين شربت منه السباع فيكون نجس، لأن الأحاديث التي وردت في التوضؤ بفضل، لماذا قال الإمام أحمد عن الماء الذي يتوضأ به بفضل المرأة اشترط أن تكون امرأة مكلفة وتكون قد خلت بالماء لطهارة كاملة؟ اشترط أن تكون امرأة مكلفة تكون قد خلت بالماء لطهارة كاملة، لأن ده اللي ورد عن الصحابة عن عبد الله بن سرجس، يعني هذا هو الذي ورد، ورد ان هي الصحابة كانوا يرون انه لا يتم استعمال فضل طهور المرأة ما تختلط به المرأة، فده قول عن الصحابة رضي الله عنه. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث شربت منه السباع، شربت منه السباع. لا طبعا هنا يعني هنقوله اذا كان الماء قلتين يبقى لو شربت منه السباع وكان اقل من قلتين يبقى ممنوع نتوضأ به، يبقى نجس ولا ايه؟ ماذا نقول؟ نقول السؤال تاني، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي ينوب السباع، فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهل معنى ذلك الماء إذا كان أقل من قلتين شربت منه السباع فيكون نجس؟ الحديث التي وردت في التوضؤ بفضل الحمر والسباع ضعيفة، ماذا نقول؟ إيه السباع الأول؟ الأسود والنمور؟ الكلب من السباع، والهرة السنور من السباع، هرة من السباع، فيبقى دي كلمة إيه؟ يعني عامة هو، فماذا نقول؟ حد يطوع يقول لنا اخو تجرب اللي خديته، يعني احنا عايزين بقى ان بس نتكلم بالادله، يعني ما نتكلمش شايفينه كده، يعني ايه شايفين الامر ممكن يجي ازاي، لما نتكلم الدليل واضح، زي ما الاخوه كلمني كده وقالوا للنص، قالوا ده يخرج مثلا وضوء غير صحيح للنص، يبقى عايزين دايما نصوص الفقه كده. فماذا نقول؟ لا يتوضا منه. يعني في مسألة السباع، الماء الذي ينوب السباع نتوضأ منه ولا لا نتوضأ؟
الايه؟ إذا كان ما قلت لا يحمل الخبث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم نعم في ناحيتك نعم ها ماله الحديث اساسا هو على كده وقال اذا كما قلت لا يحمل الخبث او لم ينجس يعني بس يبقى يعني يبقى هي محتاجه تفسير او تفصيل يبقى هنا يا ترى ما افضلت الحمر ممكن اتوضا به ممكن اتوضا به احنا قلنا دلوقتي الهره بنتوضا ليه لان الرساله قال التوفيق عليكم الطوافات فيصعب التحرز منها في هناك مشقه شديده فطبعا بتبقى على حسب بقى البيئات على حسب البيئات فنقول والله يصعب مثلا الحمر ما افضلت الحمر يعني يتوضؤون به وردت روايات على كده يبقى الامر فيه تفصيل لكن طبعا الروايه فعلا يعني ان سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين يحمل الخبث ده كنتيجة ايه انهم بيسألوا لما بعد شرب ايه الدواب بعد شرب الدواب والسباع فهو الحديث فعلا ايه هيجاوب نفسه لكن هنبقى على التفصيل اللي احنا بنقوله هرة يقول والله الكلب يبقى خلاص اكلم من قلتين ده ما فيهاش كلام ده كلام نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا اللي هو استعمال ماء ما افضلت به الحمر هذه روايات ايضا وردت فيبقى يستعمل يبقى مش كل السباع يبقى في سباع فعلا لو كان اقل من غلتين مش هنستعمله اللي دليل الروايه وفي اساسا روايات اخرجت جانب منه يبقى ده كلام مطلق يحتاج الى ذلك التفصيل بس ما هي حديث بيبقى ضعيف لكن يقوي بعضه بعض فبيصل ويرقى الى مرتبه الحسن ليه لغيره فيتم العمل من خلاله يعني مش كله ضعيف الضعيف في ضعيف بينجبر في ضعيف لا ينجبر الضعيف اللي بينجبر يقول له ايه وهذا الحديث تم يعني ورد بطرق كثيره يشد بعضها بعضا فلذلك بيرقى الى رتبه الحسن لغيره والحسن لذاته او لغيره بيتم العمل به لكن مش كل ضعف بينجبر يبقى ده ضعف بينجبر جزاكم الله خيرا